السلام عليكم. هاد الخبار اللي غادي نشارك معاك دابا ما غادي تلقاه حتى شي بلاصه. باش نبين لك بالله صدى المغتربين والقناه ديال جاليه 24 هي الاصل. وان بصراحه عقلت نهار قلت لكم راه كاين قانون فلوسي اخر في 2023، كانت تفتح القانون 27/3 ديال 2023، وقلت لكم راه كاين واحد القانون اخر في شهر 12، حتى شي واحد ما صدق، كلشي كذبني من طبيعه الحال. قال لك فين عمره كان شي قانون في قانون، فين عمر كان شي عام في جوج ديال القوانين. اشهد الهضره هذه. وناضت واحد الصفحه اللي مسميه راسها نحن الاصل والباقي تقليد. حقاش قلت لكم راه كاين واحد الكليك داي ثاني، قالت لكم ما كاين لي كليك داي لا علي داي، ما كاين حتى لعبه. المهم هو تفتح القانون جوج وربعة و12 شهر 12. حقاش كنت قلت لكم، قلت لكم راه ان شاء الله كاين قانون اخر ديال العقود العمل، لان كان الذكريات فلوسي معطل بسنه. هادشي علاش تفتح القانون جوج مرات في 2023، 27/3 و شهر 12، جوج المرات الاخوان. قانون عقود العمل ديال الموسمي والغير موسمي والمهم كونفرسيوني وكل شيء، فهمتوني؟ باش غنشارك معك واحد المعلومه ما غتلقاهاش عاد الاصل، وإلا دخلتي ما غتلقاها لا في مواقع لا في التلعبه. واحد المعلومه غادي نشاركها معك دابا، ديجا تهزات حصه من الحصه ديال 2025. 2025 عاطينها 165,000 كونترا، ديجا تهزات واحد الحصه باش تفرق على العمالات من جديد كاسبقيه للناس اللي هما دافعين في 2024. في 2024 في شهر 3 كان تقديم طلبات الاخوان 18 و21 و25 في شهر 3 2024 عطاهم 151,000، ياك 151,000 كونترا، يعني 151,000 عامل اجنبي خاصه تدخل طاليان. وراه دابا الاخوان عطاو حصه اخرى، باقي ما سالوش هذه ديال 151,000. كنشوفوا بزاف الناس باقا كتسنى، هزوا حصه اخرى الاخوان باش تقسم على العمالات من جديد، حتى يساليو 151 باش تقسم على العمالات من جديد ويعطيوها كاسبقيه الناس اللي دافعين في 2024 باش يطلع التوقيت وتخرج لهم ان شاء الله الكونترا. فهمتوني الاخوان دابا شنو كاين؟ وانت دابا غادي تحكم على الاصل، وغادي تحكم على التقليد، وغادي تحكم على داكشي اللي كنشارك معاك وكنقول لك من طبيعه الحال. وهذا الشيء راه عنده مصادر، ولكن لا دخلتي تقلب عليها دابا ما غاديش تلقاها. كاينه غير عند الصفحه ديال صدى المغتربين وعند قناه الجاليه 24 فقط. هذا الخبر غتلقاه غير عند خوك يونس، وغيجي شي واحد اخر غيقول لك ما كاين لا كليك داي لا علي داي. طبيعي الحال باش الصفحه ولا القناه ما تبقاش عندها مصداقيه. الاخوان صلوا على النبي، ان شاء الله الناس اللي دافعين 2024 حصه اخرى ان شاء الله غادي تقسم من بعد ما يساليو هاد الحصه ديال 151,000، راه هزوها ديجا من 165 ديال 2025 الاخوان، هزوها ديجا وغادي يعطيوها ان شاء الله كاسبقيه. هنيئا الناس اللي هما دافعين 2024، والكونترات الاخوان غادي نبقى ويخرجوا ان شاء الله. اللي نطلب منكم وهو شويه ديال الصبر. وبغيت نجاوب على واحد السؤال، واحد الاخ كتب واحد التعليق وقال امتى يساليو هاد الكونترات. الكونترات ما عندهمش شي تاريخ صلاحيه، ما عندهمش نهار امتى يساليو، حتى يساليو الحصه اللي عاطين ديال 151 ويساليو هذاك الشويه اللي غادي يهزوا من 2000، يعني 151,000 اللي عاطين في 2024 ويساليو هذاك الشويه ان شاء الله اللي غادي يهزوا من 2025. كل عماله تسالي الحصه ديالها عاد نقولوا راها سالات، يعني ما كاينش شي تاريخ ديال الصلاحيه ولا ها امتى ما يبقاوش يخرجوا الكونترات. الله يسال عليكم كاملين، معاكم الاصل شخصيا. واللي قال ما كاين لا كليك داي لا علي داي راه ولا كيتسابق معنا دابا في تقسيم ديال الكوطه.